مشاهدينا بنرحب بيكم حلقة جديدة وسر المهنة. ما زلنا بنستكمل حلقتنا أو سلسلة حلقاتنا الخاصة بقسم الآفات المعدية، ويمكن هنتكلم النهاردة أكثر عن على مرحلة التشطيب. هنتكلم إزاي الطالب بيتعلم إزاي يقوم بتشطيب المنتج، لأن ده شيء مهم جدا من خلاله بيتم إقبال الجيست أو الزبون على شراء المنتجات اللي متشطبة تشطيب جيد. ده اللي هنتكلم عنه النهاردة من خلال هذا القسم، من خلال أيضا الدراسة في القسم. هل حصص العملي كافية لتعليم الطالب إزاي يشطب بشكل سليم؟ هل الطالب أيضا في فترة الأجازة الصيفية ممكن يقوم بعمل مشروع خاص به في هذا المجال؟ كل هذه المعلومات يحدثنا عنها أستاذ هشام سكي، معلم خبير الأساس المعدني. أهلا بك يا فندم معانا. أهلا بحضرتك أستاذ هشام. في البداية عايزين نتكلم على القسم. مادة التشطيب دي مادة داخل القسم ذاته ولا دي في نهاية العمل انتوا بتعلموا الطالب الموضوع ده؟ لا، هو الطالب بيتعلم التشطيب من خلال لما المنتج النهائي بتاعه او عمل مثلا سي مكتبة او اي منتج من تخصص الاساس المعدني، لابد ان يكون التشطيب النهائي من لحامات وتجميع وحاجات زي كده، يكون شكل يعني التشطيب مظبوط. مثلا اماكن اللحام بيتم عملية فيها استخدام المبلغ عشان يشيل اللحامات الزايدة، عشان خاطر ما يبقاش في المعدن، انت عارفة المعدن او الصاج لو ما بانش انه قطعة واحدة بان فيه اللحامات بيدي مظهر مش جميل يعني. فبتتم عملية استخدام المبرد أو بعض الأشياء اللي هي بتخلي المنتج يبقى باين كقطعة واحدة ما فيش باين فيها اللحامات والحاجات دي. وده شيء مهم جدا لما بنقبل، حتى احنا طبيعتنا ان احنا نشتري شراء منتج دايما بنبص على عامل التشطيب او شكل التشطيب فيه ازاي. طبعا طبعا، وبيستخدم الصاروخ برضو عشان ما يبانش اماكن اللحام، تبان حتى اللي بيجي يتفرج على منتج ما يبانش يقول لك المنتج ده باين اماكن اللحام فيه بتبقى بارزه، بيبقى شكله مش جميل. فلازم التشطيب ده عامل مهم جدا، لان اللي بيجي يشتري بيبقى له الرؤيه المنظر جميل ولا لا. بعد ما بيعمل عمليه اللحام لابد بيتم عمليه البرايمر والدهانات. الدهانات بقى فيها الكتروستاتيك وفي دهانات رش دوك وحاجات كده، بحيث بتدي للشكل الصاج منظر جمالي، ممكن اللي يشوفه يقول لك يفضله عن بعض الاخشاب والمنتجات التانية او كده. فاكيد طبعا الدهان هنا بيبقى له عامل كبير جدا في شكل المنتج والتجميع النهائي والتشطيب، كل دي عوامل مهمة جدا في التخصصات عامة في التعليم الفني عامة. تمام، ازاي بتقطع المعادن؟ كيفية تقطعها؟ المعادن بالنسبة للصاج في مقصات خاصة بتقطيع الصاج، وفي مقاسات يدويه، وفي ماكينات يدويه، وفي ماكينات كهربائيه، في حاجات عديده جدا. وفي عندنا الديسك، مكنه الديسك دي، مكنه الديسك دي بتستخدم لتقطيع المواسير المعدنيه اللي هي المدوره مربعه. هي يعني ماكينه الديسك مختصه للمواسير فقط؟ للمواسير ولبعض انواع الحديد، اي حديد سمكه معين، تخين او صاج، لحاجات معينه يصعب خاصها مثلا، او يعني مثلا مش هينفع النهارده مثلا نجيب ماسوره نحطها على مقص صاج، مقص الواح صاج ونحط الماسوره عليها. الديسك مختص ان هو بيقطع المواسير والحاجات الحديديه اللي هي ليها سمك معين وليها وضع معين او شكل معين. طب التقطيع على اي سمك ولا في سمك معين بيقطع من خلاله المعدن؟ لا، الديسك بيقطع اي سمك موجود، بتنزل بنحط الماسوره او الجزء المناد قطعه. في تسجة خاصة محطوطة لأماكن التقطيع على الديسك، وبننزل بيه. الديسك ده عبارة عن زي قرص كده بيبقى موجود، وبننزل بيه بالكهرباء، بننزل بيه تدريجيا لحد ما يتم عملية القطع بالنسبة للمواسير. تمام، هل في أسس للتشطيب بشكل سليم أو في خطوات أساسية الطالب بيسير عليها عشان نخرج منها بشكل يكون في تشطيب بشكل سليم؟ طبعا لازم في اسس بيمشي بيها طبعا الطالب. لازم بنعلمه اول حاجه النظافه بعد ما بيخلص نظافه العمل. مثلا اللي قلت زي ما قلت لحضرتك، مثلا بالنسبه لتخصصات الصاج والحاجات دي الاساس المعدني، بيبقى في اماكن اللحام مهمه جدا. مطرح مثلا ما عمل فيه ضبع معانا، عمل تفريغ اثناء التجميع وهو بيثني مثلا على التنايه، لابد ان يكون في اسس معينه هو شغال بيها علشان خاطر ما يحصلش اي خطا او اي حاجه تتلي في المنتج اللي هو هيتم تصنيعه. فبندي الاسس طبعا والقواعد للطلبه لازم يعني اساسيا. تمام، ده نوع من انواع الدهانات في التشطيب ايضا. ايوه، ده نوع من الدهانات. دهان ايوه بالفرن تحديدا. ايوه 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 تحديدا. حضرتك تقول لنا ده بيتم ازاي؟
دول طلبة طبعا، اللبس الخاص بيهم ده اللي دي دهانات مثلا بتتم بقى، دي في الكتروستاتيك، وفي دهانات بتتم بالرش. تمام. ودهان الفرن ده اصلا يعني زي العربيات والحاجات دي بتخش في افران خاصة وبيتم دهانها. ما انت عندك السيارات ما كلها صاج، بالتأكيد نعم بقى، فبيحتاج دهان فبيحتاج الفرن. لفورم. الدهان ده فيه يعني عنصر أمان لازم الطالب يكون لازم طبعا الدهانات حضرتك عارفه، لو هي مش الخامه اللي موجوده، او احنا بنجيب الخامه جاهزه او تبقى موجوده جاهزه بتتم، لو الخامه اللي موجوده مش كويسه اكيد هتاثر على المعدن يعني، المعدن هيحصل له صدى بعد فتره، او مش هيبقى شكله حلو يعني يعني اكيد هم يعني. مراعاة المكونات اللي بيتم من طبعا خلالها التشطيب. طبعا لازم مراعاه المكونات، بحط برايمر بعد ما يخلص الحاجات اللي خاصه بالاساس المعدني، بتحط برايمر او الحديد علشان خاطر ما يصديش بعد كده. لو شفنا حضرتك مثلا اشكال الحديد او اشكال الصاج والكلام ده، لو تعرضت للرطوبه او للهواء وكده ومفيش ماده دهان عليها مش كويسه ومعندهاش برايمر، بيحصل لها صدى وبيبقى شكلها مش حلو يعني. وده شيء مهم ان احنا نهتم بيه، مرحلة التشطيب، لان دي مرحلة مهمة جدا زي ما قلنا، المنتجات كلها محتاجة ان يتم تشطيبها وفقا لخطوات منسقة زي ما احنا شايفين عشان المنتج يكون فيه اقبال عليه. طبعا اكيد يعني. الطالب بقى بيتعلم موضوع التشطيب ده في قد ايه؟ احنا عندنا يعتبر بالنسبه للتخصص، عندنا التخصص الاساسي المعدني، احنا الولد بنوصله لمرحله ان المنتج بتاعي شطبه بحيث بيجهزه لمرحلة الدهانات. مرحلة الدهانات في عندنا في قسم الزخرفة بيكمل هذا الموضوع وبيقوم بعمل الدهانات اللازمة، لكن احنا داخل القسمين مكملين التخصص لبعض. مكملين، الزخرفة مكمل لبعض الأقسام اللي هي فيها دهانات، يعني زي مثلا لما كنا بننتج الترابيزة المنظرة بتاعت الطلبة دي، احنا انتجنا كم دكك كتيرة جدا يعني، مواسير وخشب كان داخل فيها برضه عنصر الخشب، كانت الدهانات طبعا بتتم للمواسير والخشب عن طريق قسم الزخرفة. تمام، يعني القسم ده مختلف تماما عن قسم الأثاث المعدني، ولكن لا ممكن لا، ما هو يكونوا مكملين لبعض. ايوه، ما هو قسم الزخرفة مكمل لكل الأقسام حتى للنجارة وخلافه، ليه اي حاجة صحيح، بنحتاج فيها الدهانات. صحيح ايوه دهانات يعتبر وفينش خاص وزخرفة. بالدهانات. صحيح صحيح. الطالب بقى يعني بياخد حصص خاصة بالتشطيب وحصص خاصة يعني عمل المنتج ذاته. لا احنا عندنا بالنسبة لل اهي دي مثلا، عفوا دي بدون قطع كلام حضرتك، دي زخرفة دي أعتقد، دي بوابة، دي قسم حديد مشغول، ايه فور بي حديد جي. وانشاءات معدنية. تمام قسم حديد، قسم الحديد هو خاص هنا، بيعمل الشغل اللي حضرتك شايفاه ده، الشغل الحديد بيشكله كده على الماكينات اللي موجودة، وفي حاجات بتعمل الدورانات والسكرولات، وبقى في مكان حديث النهاردة. اما عندنا الولد بيتعلم على الضفدعة وحاجات زي كده. اما الدهان طبعا، الدهان هنا بقى بيخش بيختلف زي ما قلت لحضرتك، ممكن بقى هنا في السوق بيختلف عن المدرسه. لو انا في المدرسه مثلا بيخش قسم زخرفه يقوم بعمل الدهانات اللازمه، لكن لو انا طبعا في السوق بيختلف بقى، ممكن انا يكون عندي ناحيه تاني، قسم تاني خاص بالدهانات وكده، لو في مصنع وكده. تمام. الطالب يعني ايه اهم المنتجات اللي بيعملها الطالب بداية من التحقه في قسم الأثاث المعدني؟ الطالب بيبتدي بتمارين، بيعمل تمارين اوليه مثلا، زي بيتدرب ازاي على اللحام، بيتدرب ازاي يجمع قطعتين من بعض من المعدن، ازاي يجمعهم، والتجميع بيتم عن طريق اللحام ولا عن طريق اللحام البرشام، في انواع عديده للتجميع بالنسبه لشغل الاساس المعدني. الولد بيتعلم في الاول بدايه ازاي يعمل تمارين اوليه، بعد كده بعد ما بيتعلم التمارين الاوليه دي، بعد كده بيخش السنه اللي بعديها مثلا سنه تانية، في ازاي يعمل منتج ويكمل منتج ويطلع منتج كامل، او في السنه الاوليه ربما يعمل زي شوات تمارين برضه، حاجات منتجات بسيطه. طب ايه المنتجات البسيطة اللي ممكن الطالب يعني هل دي مشغولات معدنية بسيطة لا مثلا؟ يعني مثلا المنتجات البسيطة في تخصص الأساس المعدني بالنسبة للطالب سنة أولى، عندنا في الناحية المواد العملية بيعمل زي شواية بتاعت اللحمة وفراخ وحاجات كده يعني، حاجات دي بسيطة في حاجات البداية. بسيطة. تمام، وبيتم عرض المشغولات المعدنية دي في معارض مثلا؟ احنا عندنا بالنسبة للمدرسة عندنا بنعمل معارض كل سنة، وبتيجي يعني بيبقى عليها جذب جامد جدا وليها رواج جامد، والناس بتيجي يعني تشتري معظم المنتجات عندنا، اقسام معادن وحديد مشغول واساس معدني، بيبقى ليهم رواج للمنتجات جامد جدا يعني.
والفينش بيبقى اه يعني طبعا الفينش بيبقى جميل. لازم انت النهارده حضرتك لو دخلت تتفرجي على المعرض وعجبتك، عجبك منتج معين بنشتريه بتشتريه. طبعا واسعار طبعا مختلفة. اسعار مختلفه طبعا. تمام استاذ هشام، احنا بندعو حضرتك لمشاهده تقرير خاص بطرق التشطيب الخاصه بالاثاث المعدني، ونرجع نستكمل حوارنا مع استاذ هشام ولكن بعد تقرير. بعد ما قدرنا خلاص نجمعنا الحشوه الزخرفيه بتاعتنا في قلب الدرفه تمام، وعرفنا ازاي نركب الكالون بتاعنا وفتحنا وقفلنا، فاضل عمليه التشطيب النهائي. التشطيب النهائي وصل الصاروخ لزمايلك ماشي. التشطيب النهائي معناه ان لو في اي زوائد او رايش من الشغل اللي عملناه مكان اللحام، عشان اقدر اظهر المشغوله اللي احنا عملناها بشكل جمالي يدل على ان في رقي في التنفيذ ماشي، اظهر الشكل بتاعي واشغل التجليخ دلوقتي. مرحله التجليخ دي المرحله النهائيه للتشطيب، مفهوم؟ مفهوم. ماشي يا اولاد؟ ماشي. كده يا اولاد انا قدرت ان انا اقدم مشغوله شكلها نظيف ماشي اهي. هات بتناسب الذوق العام. كلام واضح؟ قدرنا ننفذ الباب خلاص يا اولاد. مرحلة التشطيب النهائي هو إظهار الشكل الجمالي للمشغولة اللي إحنا قدرنا ننفذها عملناها وحطينا الحشوة الذكورية بتاعتنا، ودلوقتي صاروخنا شغلنا كله عملية تجليخ ونظافة، أصبح الشكل قدامنا جميل. نقدر ننفذ المشغولة ديت بأبسط الطرق اللي إحنا عملناها، عملية ترجيل، عملية شطف على 45 للدرفة بتاعتنا ماشي، تركيب المفصلات عرفنا أبعادها إزاي أقدر أعملها. مفهوم كلام يا أولاد؟ ماشي. إيه؟ وادي اللي ايه؟ وادي المشغوله اللي احنا عملناها ده نموذج ليها. سهل جدا وبسيط جدا، كل ما هنالك محتاج دقه في التنفيذ مع مراعاه اظهار الشكل الجمالي، مع مراعاه اظهار الشكل الجمالي للتمرين اللي احنا بنعمله. وزي ما هو واضح الشكل بتاعنا اهوت ماشي، قدرنا موجود قدامنا اهوت نفذناه، عملنا عمليات صناعيه زاويه شطف على 45 درجه بالنسبه للدرفه، عمليه ترجيل تقسيم جناح من قيمه جناح في بالنسبه للحلق، والابعاد المتساويه لتركيب المفصلات والكالون. ده عمليه بسيطه جدا، كل ما هنالك محتاجه دقه في التنفيذ. انت بتقدم شغلك للناس مشغولة انت راضي عنها تمام، استفدت ونفذت كل العمليات الصناعية اللي موجودة في المنهج. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ولازلنا معاكم وسر المهنة. مرة تانية بنستكمل حوارنا عن قسم الأثاث المعدني، ويمكن كنا بنتكلم على مرحلة التشطيب. زي ما قلنا ان هي مرحلة مهمة جدا، من خلالها بيجذب بمعنى اصح الزبون او اللي بيقبل على شراء هذا المنتج من خلال التشطيب، وده اهم مرحلة من مراحل الاثاث المعدني. ارحب بضيفي مرة تانية استاذ هشام سيكاية، معلم خبير الاثاث المعدني. اهلا بيك يا فندم معانا. اهلا بيك.
نرجع نكمل حوارنا تاني عن الحصص العملي والحصص النظرية، هل هما مكملين لبعض ولا لو درس الطالب العملي هو ده الأهم من إنه يدرس بشكل نظري؟ هما المواد النظرية مكملة أو المواد الفنية مكملة للمواد العملية، بمعنى إن الطالب عندنا في، يعني أنا كمدرس نظري، الطالب بيطلع بيدرس مثلا مواد زي الرسم وزي التخطيط اللي هي المقايسات الحاجة والعمليات والمعدات، بيدرسها نظري. المفروض إن هو الطالب لو فهم المواد النظرية عندي كويس بينزل يطبق دي في الناحية العملية، فبتبقى العملية سهلة للطالب. وهنا ده الفرق بين المهني اللي ما بتعلمش كناحية دراسية وبين المهني المتعلم. فكده يعتبر الطالب المهني المتعلم اللي هو بيبقى دارس، بديله رسمة بيروح ينفذها في العملي، بيبقى فاهم الشغل بتاعه كويس جدا كناحية فنية وكناحية عملية. تمام. هل الطالب بعد التخرج من هذا القسم ممكن يلتحق بالمرحلة الجامعية ولا ممكن يقوم بعمل مشروع فترة الأجازة الصيفية أو بعد انتهاء دراسته؟ ده أعتقد شيء مهم جدا، لأن محتاجين دعم المشروعات الصغيرة، محتاجين الطلبة تتكاتف مع بعض وتقوم بعمل مشروع يصلح لحياتها بشكل عام. انا اعرف بعض الطلبة بعد ما اتخرجوا عملوا، فتحوا ورشة صغيرة لمنتجات الاساس المعدني، زي اللي بيعملوا كراسي وحاجات زي كده، ادوات منزلية، وناجحين فيها جدا. بس هم كانوا كام طالب مع بعض، ان بيحتاجوا مثلا الادوات اللي بيحتاجوها والعدد والمكانات ما بتبقاش جامدة، بتبقى يعني في، يعني لو ثلاثة أربعة جمعوا مع بعض مثلا، جمعوا مبلغ بسيط يعني في حوالي حدود قد ايه؟ 10,000 جنيه ممكن تمام. يفتحوا ورشة، غير طبعا إذا كانوا هيأجروا الورشة دي، لكن ممكن ب 10,000 جنيه يفتحوا ورشة يجيبوا فيها مكنة لحام ويجيبوا تناية صغيرة، حاجات يدوية بدائية، يبتدوا واحدة واحدة ويكبروا. ده لو هو حب إنه يفتح ورشة أكيد هيجيب دخل كويس. لو حب يكمل جامعة، طلبة كتيرة جدا بتكمل جامعة، في بيخش معهد فني صناعي، وفي طلبة أنا كانوا عندي كانوا 5 في دفعة واحدة دخلوا معهد فني صناعي ودخلوا كليات هندسة وتخرجوا من كليات هندسة، والنهاردة بقى لهم شأن عظيم يعني. وهناك بعض الطلبة بيخشوا بقى، أنت عارف المعاهد الخاصة والحاجات دي بيلتحق مثلا بمجموع فوق 65% وبيلتحقوا بياخدوا مؤهل عالي، بس بيبعدوا عن مجال التخصص لأن بيخشوا بقى في مجال حاسب آلي وحاجات تانية كده بعيد عن مجال التخصص. تمام. هل التخصص صعب في الدراسة الخاصة بيه ولا؟ لا، التخصص الأساس المعدني يعتبر من التخصصات اللي هي مش صعبة في التعليم الفني، بل بالعكس ده تخصص سهل جدا، والطالب لو أتقنه هيجيب مجموع ويخش كلية هندسة أو يشتغل في الناحية العملية في السوق ويفتح له محل أو ورشة ويكسب منها كويس ويدير عليه دخل كويس يعني. طب ده شيء يعني كويس جدا ان الطلبة لو اتجمعت مع بعض تعمل مشروع خاص بيها، لكن هل ده بيتم أثناء فترة الدراسة وبيبقى في تواصل ما بينكم وما بين الطلبة؟ هو احنا في تواصل، بس معظم الطلبه النهارده يعني بيبقوا سنهم صغير لحد ما، لو دخل سنه اولى وسنه تانية ما وصلش لمرحله النضج الفكري الكامل انه يعمل حاجه زي كده، غير ان ماديا ممكن يكون غير مؤهل لكده. لكن ممكن لو حصل تواصل بين الطلبه بعدين، او الطلبه وبين الساده المدرسين، ومعاه اداره على نفسه مثلا دخل كويس، معاه دخل كويس، ممكن يبتدي يفتح اي مشروع، والمشروع ده يدير له دخل كويس. تمام. بس طبعا التواصل فيما بعد بقى ده مش مش دايما يعني، مش هو بتاعنا. بيكون مع المعلم اللي كان بيدرس له، ممكن يسأله لو في حاجة مش ممكن فاكرها. تمام. طب احنا معانا تقرير حضرتك، ممكن فيديو ممكن حضرتك تعلق لنا عليه، ماشي. نشوف الفيديو وحضرتك يمكن تكلمنا عنه في نطاق دراسة قسم الأساس المعدني. اتفضل اتفضل حضرتك. ايوه. ده ايه ممكن نشوفه بيعمل؟ ده ديسك تقطيع. تمام. ايوه، دي الاسطوانه، ودي اسطوانة. دي الاسطوانه بتاعت الديسك. تمام. هنا الطلبة اعتقد في حصة العملي. تمام. هنا بقى المفروض ان ده الديسك واسطوانة بيقوموا بعملية تقطيع المعدن. اي تقطيع البواسير. تمام. المواسير. تمام. بتتم عن طريق دي اجهزة ولا؟ ده يعتبر مكنة الديسك، ودي ماسورة مستطيلة محطوطة ايه من فوق، حاططها على التسجيل الحديد، ومعلم طبعا مش عامل الاعلام عليها. شغل طبعا الكهرباء، بعد ما شغل الكهرباء هيبتدي ينزل بالديسك لحد تدريجيا لحد ما طبعا ما تقعوش مرة واحدة عشان خاطر الماسورة ما تبص منه، هينزل اهو في ايد اليد ده اهي،
شغل الكهرباء، اليد اهي شغل الكهرباء، اليد هتنزل معاها، ينزل واحدة واحدة على مكان القطع، واحدة واحدة. تمام. أيوة بينزل يد واحدة، أيوة واحدة واحدة لحد ما تتم عملية القطع النهائي تدريجيا أو تمام. تقطيع الماسورة. ده عملية تقطيع المواسير. تقطيع المواسير، أيوة دي ماسورة مستطيلة. والمفروض ان الطلبة يعني كلهم انا شايفة لابسين ايوه جاكيت لابسين قفاز جوانتي. طبعا، ايوه تمام. قفازات، ولازم طبعا يكون لابس النظاره اللي خاصه بعمليه اللحام عشان خاطر الريش، ولازم يكون لابس البلطو بتاع الورشه عشان خاطر هدومه طبعا ما تبصش وكده. العملية دي بتتعمل في أي قطعة معدنية ولا في قطعة معينة؟ ده بيتعمل خاص، الديسك هنا بيخش على المواسير او الحاجات الحديد اللي سمكها تخين شويه، لكن الحاجات اللي الصاج اللي هي بتبقى مسطحه وليها سمك معين مثلا بتخش على ماكينة، على مقص، في مقص يدوي وفي مقص كهربي. تمام. ده كده ايه بقى، مرحلة ايه؟ دي ولا دي ضبط الزاوية دي الخاصة بيه؟ ظبط، ايوه دي الظبط اللي تمام بحطها على المنجله اهي، اربطها تمام وبعدين بينزل بيه الديسك بعد ما يشغل الكهرباء طبعا، بينزل واحده واحده لحد ما يتم عمليه القطع. تمام وهنا دي بيعمل ايه بقى؟ ده هنا بيظبط اهو، شغل الكهرباء، نزل بالديسك، اي قطع واحده واحده طبقا للمكان اللي فيه العلام بتاع القطع بالظبط. هو ده تدريب بيكون في يعني ملتزمين بالكتاب المدرسي، بنقوم بعملية لا لا مش التدريبات دي. بالكتاب، هي طبعا ده مثلا هيقطع الماسوره وبعدين هيتم تجميعها عن طريق بقى، هيعمل مثلا الشكل اللي عايز يعمله ايه، لكن هو بيقطع المقاسات المطلوبه منه، دي تقطيع فقط الطالب بيكون دارس ده؟ طبعا. ما هو بيتعلم، هو بيشوف المعلم قدامه المدرس بيعمل ايه، يجي بعد كده بعد ما بيقطع المدرس قدامه بيعلمه ويقول له تعالى امسك اقطع ده عشان بيكون خاطر. مرسوم بقى يعني بيبتدي ينفذه ولا؟ طبعا بيبقى مرسوم، بيبقى مرسوم واخد المقاسات، الطالب بيبقى مع المدرس عشان المدرس بيعلمه تمام. يعني دي مرحلة، دي ده مرسوم والطالب المفروض والطالب انه الطالب بقى المفروض ان هو بياخد المكنه دي بياخدها شرحها نظري عندنا فوق في المواد الفنيه ازاي بيتم القطع وعمليه القطع، بيبقى عنده خلفيه قبل ما ينزل تحت، بيبقى دارس الكلام ده في الناحيه النظريه فوق، بينزل تحت بيشوف الحاجه قدامه طبعا، شايف مكنه الديسك قدامه، بينزل بيطبق العملي في الورشه المخصصه لذلك. تمام. ايه سر المهنة الخاصة بيه، مهنة الاساس المعدني؟ يعني لو طالب حابب يشتغل في الاساس المعدني سواء كان دارس او فترة الاجازة الصيفية، ايه سر المهنة؟ هي الاساس المعدني، الطالب بتاع الاساس، تخصص الاساس المعدني بالذات التخصص بتاعه يمكن ليه بعض حاجات فنية في التفريغ والتجميع والقص بتختلف عن اي تخصص ثاني، يعني لازم الولد مش يعني اي شخص عايز يمارس المهنة دي لازم يكون فاهم حاجات كتيرة جدا، فاهم طرق التاني ازاي، خطوات تاني ازاي لأي منتج، ان لها طرق معينة، اذا ما كانش الطالب متمرس وفاهم الكلام ده مش هيعرف يمارس المهنة دي. يعني لازم التفريغ بعد انتهاء دراسته كمان يبقى في ممارسة لي هو في الناحية العملية، لو هو درس ازاي بيفرغ مثلا، يركب سقف مع جانب او جانب مع قاع، حاجات زي كده الطالب دي بيفهمها طالب التخصص من خلال ناحيته كفهمها كناحية نظرية، وبينزل يطبقها تحت في الناحية العملية، فدي اعداد بتختلف. الطلبة استاذ شامل اللي بتلتحق بالقسم ده عدد كبير ولا؟ والله هو كل مدرسة حسب الطلبة اللي موجودة فيها، يعني في المدرسة اللي احنا فيها اللي كنا تخصصات معدنية الطلبة مش يعني التخصص ممكن يبقى فيه فصلين او ثلاثة في يعني السنة الدراسية عدد الواحدة. كويس فيه اقبال يعني. هو بيكون حسب المجموع الكلي ولا؟ والله احنا عندنا بالنسبة للمدرسة بتاعتنا بتختلف عن مدارس مثلا يكون فيها عدة اقسام مثلا 20 او 30 قسم او 15 قسم حسب الاقسام اللي موجودة في تخصصات كهرباء ميكانيكا بتختلف فيها، بتبقى في تنسيق داخلي بيتم داخل كل مدرسة. وهنا طبعا الاولويه بيبقى لرغبات الطلبه بالنسبه لعندنا غالبا، يعني لان احنا الاقسام المعدنيه كلها بتبقى واخده من مجموع واحد باستثناء ممكن قسم زي الزخرفه او كده عشان عندنا ضرابع بيبقى التنسيق فيه مختلف شويه. يعني مش حسب التنسيق. لا حسب التعليم الفني عامة بيحددها كمدارس، مثلا يقول لك تخصصات ميكانيكية، تخصصات تمام. زخرفية، بس مش مهم يكون بيعرف يرسم مثلا. لا 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 مش مرتبطة بكده، لا
مش لان مهم. هو الطالب كده كده يعني، هو الطالب اللي بيخش كليه هندسه بيبقى مثلا بيعرف يرسم بيتعلم، ما احنا داخل عندنا مثلا عشان يتعلم. فيما عدا مجموعة من الطلبة بيكون لديهم الموهبة مثلا. اه طبعا ده في كل تخصص وفي كل فصل بتلاقي بعض المواهب طبعا موجوده اكيد يعني. في طالب استيعابه ضعيف، طالب استيعابه افضل كده يعني، بتختلف تمام. قدرات الطلبه بينهم حصص وبعضهم. العملي كافية للطلبة ولا محتاجين نزودها؟ والله هو يعني انا سمعت ان هم هيزودوها لان هم يعني غير كافيه حاليا، لان الطالب بيخش مدرسه تعليم فني المفروض يكون كله معظم وقته في المواد الفنيه والناحيه العمليه عشان خاطر يقدر يمارس العمل، كل ما بيمارسه كتير كل ما بيتعلم اكتر، بالتأكيد فالمفروض ان الحصص عرفت انها هتزيد غالبا يعني، في خطه لزيادة عن الان دلوقتي يعني هتبقى في زيادة ليها. محتاجين هيبقى. حوالي قد ايه مثلا؟ انا كان مدرس، انا بدي مواد نظريه برضو، المواد او المواد الفنيه نقصت شويه، ساعه ما ادخلوا بعض التخصصات الثقافيه التانية او زودوها. الناحيه العمليه يعني كانت في الاول كانوا 3 ايام الطالب بياخدهم في الاسبوع في العملي، دلوقتي بقى يومين، يومين الا حاجه الا كام حصه يعني، هي المفروض ان هو يبقوا 3 ايام يبقى 3 أيام عملي ويومين بعدد نظري. كل يوم حصة ولا أكتر؟ لا مش حصة، ده العملي بيقعد مثلا في العملي بين 6 حصص و7 حصص واحيانا 8 حصص. تمام. أستاذ هشام سيكاي، معلم خبير الأساس المعدني، شرفتنا ونورتنا. شكرا ليك يا فندم. انا شكرا عارف. ليك. شكرا شكرا عزيز. مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا من سر المهنة. لسه معانا أسرار كتير لمهن مختلفة، دايما تابعونا وسر المهنة.